لكن خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لموضوع وتقرير آخر ليه علاقة بمجال الروبوتس. بالحقيقة أن هذا المجال بقى فيه تطور كبير جدا على كل المستويات، وبقى الروبوت بيقوم بمعظم الوظائف اللي بيعملها البشر، كمان بقوا أدوات مهمة جدا للفت الانتباه وجذب الجمهور زي الروبوت دونياشا. ده روبوت على شكل فتاة ظهرت في معرض منتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي، كانت بتستقبل المشاركين في المعرض وبتقدم لهم المشروبات والآيس كريم، كمان كانت بتحكي معاهم قصص كتير، بتهزر، بتتفاعل بشكل تلقائي جدا. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. واحدة من الشركات الروسية المتخصصة في صناعة الروبوتات قدمت أحدث تجربة استثنائية ليها في سوق الروبوت، هي الروبوت دونياشا اللي الناس اتعرفوا عليها في معرض منتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي. الروبوت دونياشا فتاة بتبيع المشروبات والآيس كريم وبتحكي قصص خيالية بتمازح بيها زوار المعرض. الشركة اللي صنعت الروبوت دونياشا قالت إن تصميمها مر بمراحل كتيرة جداً، أبرزها مرحلة الاختبار اللي لسه لحد دلوقتي شغالين عليها، وبعد الانتهاء منها هيكون في مرحلة تانية هي عبارة عن إدخال إضافات إلكترونية متطورة. وهم شغالين برضو في الوقت الحالي على صناعة نموذجين من الروبوت دونياشا. الروبوت دونياشا خطفت أنظار الحضور في المنتدى وتفاعلوا معاها بشكل كبير، لدرجة إن من إعجابهم بكلامها الناس وقفت قدامها علشان يتكلموا ويتبادلوا معاها الدعابة. دونياشا كانت محل اهتمام كبير من زوار المنتدى وأصبحت مشهورة جداً بعد ما خطفت الأضواء في القاعة اللي كانت واقفة فيها بتبيع الآيس كريم والمشروبات. الروبوت ده من تطوير شركة بروموبوت الروسية، وهي شركة متخصصة في تطوير حلول لقطاع الأعمال مرتبطة بالروبوتات، والشركة نشطة أيضاً في المجال ده من 2015 وقامت ببيع منتجاتها لأكثر من 100 دولة حول العالم.